على بالكم باللي التقرير جاي من هيئه براتيكمون تعتبر تاع الدوله تاع فرنسا هنا داير هب الفرنسا وهب المارين لوبان وجماعتهم ولي راسيست. قال لهم لازمنا ليميغراسيون سي اون فو اسيوري ان ديفلوبمون. دونك العالم راه يحوس على ريسورس هيومان، العالم راه يحوس على البشر على العباد اللي عندهم دي كاليفيكاسيون دي فورماسيون. دونك اون ا با دو بوليتيك. الكذابين اللي تسمعوا فيهم انتوما، واحد يجي يفتيلك، واحد جاي وقانون الماليه، واش من قانون الماليه اصلا؟ ما عندكش مال، الدينار نتاعك حطوا وعفس عليه بول عليه كاع. انت الهضره بلورو بالدولار، واش من دينار اللي عندك انت؟ سي كوا سيت موني دو سانج اللي عندك؟ سي موني دو سانج. الوغ كو يا جماعه باش تفهموا، لا موني هي من لي سامبول نتاع الدوله، سي ان سامبول كيما الدرابو كيما العلم. حنا رخصوا كلش، كلش رخصوا، لحقوا الاعلام ورخصوه. كي عاد واحد كيما تبون رئيس جمهوريه، هذا ترخيص الاعلام. كي يعود واحد كيما شنقريحه قائد الاركان، هذا ترخيص الاعلام. ترخص بعد تاريخ، ترخص الشهداء نتاع اللي عدار عفسوا عليهم بالصباط بالرونجرز، رخصوهم في القبوره نتاعهم بلا ما ندخلوا فيه. واش صرا بين جيش التحرير وجيش الحدود ونسى الشهداء اللي ولاو من بعد فام دو ميناج عند الحركه؟ ما ندخلش المواضيع هذه، خليوها للمؤرخين. دونك جو ريفيان، الميزيريا راهي سلاح. اجمع الميزيريا في الجزائر اي ماهيش حتميه، اي ماهيش قضاء وقدر، انها بفعل فاعل. لازم تفهموها، هي مفتعله باش يخليو الشعب هذا ما يقدرش يتحرر وما يقدرش يريكلامي، وما عندوش القوه باه يريكلامي، وما عندوش القوه باه يريكلامي. لازم الشعب ينتقريها في راسو. على هذه ديما نرجعوا حنا باللي الناس الجاليه اللي في الخارج اللي عندها الامكانيات باش تكون هي طائره في سبيل الشعب والوطن، لازمها هي تحرر خاوتها اللي في البلاد، لانه الضغط عليهم تلما واسع، تلما الميزيريا ولات سلاح خطير، كراهم قسموا بها ظهر الشعب. ظهر الشعب قسموه، قسموه حتى من الناس اللي يخلصوا مليح. قال لك عدنا نحسوا باللي تهلكنا. ألور فما بالك هذاك اللي يدي السميك، السميك 20,000 دينار ولا 22,000 دينار، فما بالك هذاك اللي يدي السميك؟ يعني كيفاه كيفاه راه عايش؟ حاب نفهم، عايش بالكارني عند البيسري، كيفاه راه كيفاه راه عايش؟ وهذا اللي يدي السميك ولادو غدوه يقدر يقريهم ولا ما يقدرش؟ يقدر يديرهم لي كور ولا ما يقدرش؟ لانه المنظومه التربويه تاعنا جات لتجهيل الشعب. بيان سور ولادهم يقراو اون فرونسي، يقراو في لي كوليج فرونسي، يقراو يبعثوهم للخارج، بصح ولاد الشعب، ولاد الشعب واش معناتها؟ ولاد الشعب خلاهم في امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء، قالوا الاخر حكم حكيم الحكماء بثقب جب في البيداء، خلاهم في هذه. هذه اصلا لكن فهمتوها انتم ما يفهموها اولادكم. فهمتش؟ ماشي ما فهمتش، بلوتو راني فاهم، مي حاب التوعيه للناس. حاجه ما مطلوبه من جزائريين الداخل حاليا، لانه الهيكله السياسيه تكون في الخارج. اللي يقول لكم اولويه الداخل على الخارج، وقال لكم قالها عبان رمضان والخرطيله. عبان رمضان ربي يرحمه كان فيها نوتر كونتكست، سيتي نوتر كونتكست، نوتر كونجونكتور، وضعيه واحده اخرى، حنا في وضعيه اخرى. داير قلتها لكم قداه المره، طورت 54 حنا رانا نكملوا فيها لانها ما كملتش، اجهضت ما كملتش. واحد ما يقنعني انه الثوره نجحت وانه استقلينا في 62، باسكو استقلينا في 62 مانيش قاعد نلغب بدرك هنايا، كنا ندير غير على المصالح نتاعي، واني مواطن بالكرامه تاعي والشرف نتاعي جزائري، والجزائري بارتو بالكرامه نتاعو والباسبور الخضر هذاك وين تروح الناس تقادرك باسكو على الوغ. الشيء اللي رانا عايشينو درك هو العكس. Je supprime quelques trucs.
زيدان ايمن وفات ما هربتش من الجيش، وفات اختك كانت تجري ورايا وهربت منها. تيتاسور ماشي من الجيش. العظيم اجمع ساعه سعاديه نفالطي مي بو سي با غراف سامحوني. دونك جو ريفيان لو سوجي. كاين استعمال، كاين استعمال مبرمج، مبرمج حقيقه والله العظيم شي كفر، مبرمج باش الشعب هذا يخليه حتى الطاقه الصغيره هذيك يعود الشعب يقول لك نسلك راسي ونهرب برك، ماشي نقاوم على وطن قادر يقيمني انا ويقيم ولادي ولاد ولادي ونعيش مع ما وحده بابا، وغدوه كي تكون عندي مشكل عندي سبيطار ديفلوبي باسك انا طبيب ونخدم سون بيتي، وخويا فرملي وخويا الاخر انجينير وولد عمي الاخر إلي جو سي با انا يا شارجي دو لا سيكوريتي دونترتيان دي زوبيتو. ان بوبل شعب بكل المواصفات تاعو، بكل المواصفات نتاعو، بكل الاختصاصات نتاعو، لانه علاه كاين ثقه في القياده، كاين ثقه باللي الجزائر حره، كاين ثقه في العمل، كاين ثقه اصلا في المعيشه الحسنه، ماشي المعيشه الضنكه، ماشي المعيشه الضنكه، ماشي كي نشعل لا تيلي نلقى واحد وسمو شميسو صاحبو الشنفاره يرقيو في الجنون، ساعات نشوف نضحك ساعات ندهش ساعات نسب، شنو هذا الجن هذا والرقية والسحاحر والسحور، دب هبلوا الشعب بدبوه بلي تيلي نتاعهم هادو. فيقوا يا شعب ما كان لا سحور لا الجن يشيكر على الإنسان، لا يعني الشيطان يعني الكبير خلاص في الجن، ربي يقول لك كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الكبير خلاص وقال له ربي ليس لك على عبادي سلطان، ثم جبت واحدة سكن فيها واحد جا من موغاديشيو ولا بون